دونك غادي نشوفوا هذه الوثيقه هذه وغادي نحددوا الدور ديال التربه فين دون لا برودكسيون دو لا ريشيس اون فيجيتو اي اون انيمو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي تلميذاتي العزيزات والأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم جيتكم فيديو جديد كيخص الحصة الخامسة، أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية دائما في الوحدة الثانية التربة من كتاب منهل النشاط العلمي. إذا الهدف ديال هذا الدرس هو التعرف على أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية، كيفاش كتساهم التربة في الإنتاج ديال الثروة النباتية والثروة الحيوانية. إذا كما دائما كنبداو أولا بملاحظة الصورة ونص الانطلاق. إذا الصورة تبين أبقار في حاضرة، نقرأ أولا النص. خلال سفرها إلى البادية رأت سهاد عددا كبيرا من الأبقار في حظيرة عمها، فاستفسرته عن هذا الأمر، فوضح لها أن كثرة الحيوانات ترتبط بالتربة وبمنتوجاتها من الأعشاب والمحاصيل الزراعية. إذا هاد سهاد مشات لعند عمها إلى البادية وشافت عنده بزاف ديال الأبقار واحد الحظيرة واستفسرت الامر، قالت له زعما راه عندك بزاف ديال الابقار، ووضح لها هذا الامر، قال لها زعما راه كاين بزاف، السبب يرجع الى ماذا؟ الى التربة وبمنتوجاتها من الاعشاب والمحاصيل الزراعية. يعني التربة هي اللي كتعطي الاعشاب وكتعطي المحاصيل الزراعية اللي كتساهم في ماذا؟ كتساهم في كثرة الحيوانات. داكوغ، كتساهم في كثرة الحيوانات. اذا في نظركم شنو هو السؤال اللي غادي يدور في المخيلة ديال سعاد؟ اذا سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه هو ما هي اهمية ماذا؟ اهمية التربة، أين تتجلى ولا ما هي أهمية التربة في إنتاج الحيوانات والنباتات أو الثروة النباتية والحيوانية. إذن هذا هو السؤال، أين تتجلى أهمية التربة في إنتاج الحيوانات والنباتات، ولا ما هي أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية. إذا بالنسبة للفرضيات يمكننا نفترض أن التربة تتوفر على الماء وعلى الهواء وعلى الأملاح المعدنية، وذاك الأملاح المعدنية شنو كتساهم؟ كتساهم في أن المحصول الزراعي كيكون مزيان، اللي كتستهلكو داك الحيوانات باش كيكون عندنا واحد الوفرة ديال الحيوانات والكثرة ديال الحيوانات، كثرة ديال الأبقار، كثرة ديال الماعز، كثرة ديال الدجاج إلى غير ذلك. فهم؟ إذا هذا مجرد افتراض، باش نتأكدوا من الصحة ديال الفرضية ديالنا نديروا الأنشطة ديال أتحقق. نبداو بالنشاط الأول، النشاط رقم واحد، ألاحظوا الصور وأملأوا الفراغات بما يناسب علف أعشاب الثروة الحيوانية ثروة نباتية. إذا عندنا هنايا ثلاثة ديال التصاور، الصورة الأولى توضح ماعز يتغذى على العشب، الصورة الثانية نبات الفصة علف الماشية، إذا هذا الفصة هو نوع من علف الماشية، ثالثا خرفان تتغذى على التبن، إذا خرفان كتغذى على التبن، إذا تنمو فوق التربة شي حاجة تتغذى عليها الماشية، دونك شنو كتنمو فوق التربة؟ تنمو فوق التربة أعشاب، داكوغ؟ أعشاب تتغذى عليها الماشية، أعشاب تتغذى عليها الماشية، كما تستعمل التربة لزراعة نباتات تستخدم كماذا؟ كشي حاجة للحيوانات، كعلف للحيوانات، كعلف علف للحيوانات. إذا التربة كتستعمل باش كيتزرع فيها شي نباتات، داك النباتات هما كيستعملوا كعلف للحيوانات بحال الفصة. داكوغ، تنتج التربة ماذا؟ تنتج التربة ثروة نباتية، ثروة نباتية يعني كتعطي الزرع، كتعطي النباتات، كتعطي هاد النباتات اللي كتستخدم على شكل علف، إذا كتعطي واحد الثروة نباتية، وتساهم بذلك في إنتاج ماذا؟ في إنتاج الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية، دونك كتساهم هاد الثروة النباتية في ماذا؟ في إنتاج الثروة الحيوانية، يعني كتولي لنا هاد الثروة الحيوانية بكثرة، كيولي لنا الحيوانات كثيرة. نمر الآن إلى النشاط رقم 2،
J'observe le document et je détermine le rôle du sol. Donc, غادي نشوفوا هذه الوثيقه هذه وغادي نحددوا الدور ديال التربه فين dans la production de la richesse en végétaux et en animaux. الدور ديال التربه فين في انتاج ماذا الثروه النباتيه والحيوانيه en mettant les lettres dans les cases convenables. دونك غادي نديروا هذه الحروف A B C في هذه لي كاز convenables. داكور دونك الى لاحظتوا الصوره دونك الى لاحظتوا هذه الخطط هذه اللي كتوضح الدور ديال التربه رول دو سول دون لا برودكسيون دو لا ريشيس اون فيجيتو اي اون انيمو. الدور ديال التربه في الانتاج ديال الثروه النباتيه والحيوانيه. اذا هنا عندنا السول كتكون غنيه بالماء وبالاملاح المعدنيه اي برودوي كوا. دونك هاد التربه كتنتج لنا لي برودوي فيجيتو دونك كتنتج لنا المواد النباتيه يعني النباتات المتعلقه بالنباتات وهنايا كتعطينا واحد الثروه حيوانيه مفهوم. دونك هنا نقراو هاد اشنو فيها لو سول ابروفيزيون لي بلانط اون نو اي اون سيل مينيرو. شنو زعما التربه تزود ابروفيزيون هي تزود التربه تزود النباتات بالماء والاملاح المعدنيه سيل مينيرو. ا بي لي بلانط utilise les éléments issus du sol et donne des produits végétaux et des récoltes. Donc, النباتات كتستعمل داك لي زيليمون كتستعمل الماء والاملاح المعدنيه اللي كاينه في التربه باش كتعطينا دي برودوي فيجيتو النواتج اللي هي نباتيه وكتعطينا المحصول من ذره وفصه وعلف للماشيه الى غير ذلك. داكوغ اذا ب هي هذه و سي كتبقى هي هذه. نشوفوا سي شنو كتقول لي زيربيفور الحيوانات العاشبه دونك اللي كتغذى على العشب كونسوم لي برودوي فيجيتو كتستهلك شنو كتستهلك النباتات داكوغ لي خاصه بالنباتات يعني العلف والفصه والذره الى غير ذلك اي لي ريكولت بور فيفغ اي سو ملتيبلي باش تعيش وباش تتكاثر. دونك كتستهلك هاد الثروه النباتيه باش تعيش وباش تتكاثر باش يوليو بزاف ديال الحيوانات عندنا يعني بزاف ديال الخرفان بزاف ديال الحيوانات بزاف ديال الابقار الى غير ذلك. الكيسيون اللي موراه جو كومبليت لا فراز باغ لان دي دو مو. دونك هاد لا فراز هادي اللي عندنا هنايا غادي نكملها سوا باغ ديمينو يعني تناقص ولا اوغمونت يعني ارتفع. بلوس لو سول اي فيرتيل يعني كل ما كانت التربه خصبه بلوس لا برودكسيون دو لا ريشيس يعني الانتاج ديال الثروه النباتيه والحيوانيه كيفاش كيكون كيكون اوغمونت كيكون مرتفع صافي. الا كانت عندنا تربه خصبه داك التربه شنو كتعطينا املاح معدنيه والماء كتعطيه لداك النباتات اللي كيساهم داك النباتات كيعطيونا دي برودوي فيجيتو اللي هما ثروه نباتيه داك الثروه النباتيه تتغذى عليها الحيوانات فتعطينا ثروه حيوانيه. دونك هاد لا برودكسيون دو لا ريشيس اون فيجيتو اي اون انيمو كيرتفع اوغمونت. مروا الان الى الملخص. دونك توفر التربه الماء والاملاح المعدنيه للنباتات. دونك هاد التربه شنو كتعطي كتعطي الماء والاملاح المعدنيه كتعطيها للنباتات التي تعطي منتوجات نباتيه دونك كتعطينا دي برودوي فيجيتو داكور منتوجات نباتيه تستهلكها الحيوانات هي اللي كتستهلكها الحيوانات باش كتعطينا واحد الثروه حيوانيه. وكلما كانت التربه خصبه كلما ارتفع انتاج الثروه النباتيه يعني الا كانت التربه خصبه الثروه النباتيه كاينه بزاف وازداد انتاج الثروه الحيوانيه. الا كانت الثروه النباتيه مزيانه فانه هذا الشيء هذايا غادي يخلي الثروه الحيوانيه دائما كتزاد. دونك لو سول فورني دو لو اي دو سيل مينيرو او بلونت. دونك التربه كتعطي الماء والاملاح المعدنيه للنباتات اللي كتعطينا منتوجات نباتيه اللي كتساهم في تغذيه الحيوانات. بلس لو سول اي فيرتيل كل ما كانت التربه خصبه كل ما كان الانتاج ديال الثروه النباتيه مرتفع. وإلا كان انتاج ديال الثروه النباتيه مرتفع دونك اي بلوس لا برودكسيون دو لا ريشيس اون انيمو اي امبورطونت دونك كيكون زياد في انتاج الثروه الحيوانيه. الان نمروا باش نجزو النشاط اللي من بعد الملخص اللي هو اطبق. عندي جوج ديال الانشطه. نشاط رقم واحد املا الفراغات بما يناسب العاشبه الاملاح المعدنيه الثروه الحيوانيه خصبه وابداعنا. دونك تشكل التربه للمزروعات. دونك ماذا تشكل التربه؟ تشكل دعامه.
تشكل تربة دعامة للمزروعات وتزودها بالماء وماذا؟ دونك هاد التربة كتزود المزروعات يعني النباتات، بماذا تزودها؟ حسب الملخص تزودها بالماء والأملاح المعدنية. والأملاح المعدنية الضرورية لنموها، دونك هاد الماء والأملاح المعدنية هما اللي كيساهموا في النمو ديال النباتات والمزروعات. تستفيد الحيوانات العاشبة، دونك الحيوانات العاشبة هي اللي كتستفد من النباتات ومنتوجاتها، داكوغ، لأنها تتغذى على العشب. وكلما كانت التربة خصبة زاد الإنتاج من المزروعات، دونك إلا كانت التربة خصبة كتكون المزروعات كثيرة، وإلا كانت المزروعات كثيرة هادشي كيؤدي إلى ارتفاع إنتاج ماذا؟ إنتاج الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية كنتمنى تكونوا كتفهموا معايا. دونك هادشي اللي كان في النشاط رقم واحد. مروا للنشاط رقم اثنان، لاكتيفيتي دو، جو مي دون كخوا، دونك غادي ندير واحد الكخوا دون لي كاز دي كاركتيريستيك دون ريجيون ريش اون بيتاي، يعني في الخانه اللي كتبين المميزات ديال واحد الجهه غنيه باش بالماشيه. بيتاي هي الماشيه، صافي، غنيه بالماشيه. دونك واحد الجهه الا كانت غنيه بالماشيه او واحد الدوار مثلا غني بالماشيه، شنو هما المميزات اللي فيه غيكون؟ واش غاغطي دي ريكولت، واش كاين فيه الندره ديال المحصول الزراعي، يعني ما كاينش المحاصيل الزراعيه. واش في نظركم هادشي صحيح؟ مثلا واحد الدوار فيه الماشيه بزاف، فيه الابقار بزاف، فيه الخرفان بزاف، واش في نظركم غادي يكون عندهم المحصول الزراعي نادر؟ دونك هذه خاطئه. سول فيرتيل، غادي يكون عندهم شنو؟ التربه خصبه، صحيح. غاغطي دولو، يعني الندرة ديال الماء، يعني ما كاينش الماء في هاد الدوار. واش صحيح هادشي؟ دونك خطأ. غيشيس اون نيرب اي اون فوغاج، يعني الوفرة ديال العشب والعلف، الوفرة ديال العشب والعلف، يعني هاد الدوار فيه هاد الوفرة ديال العشب والعلف، يعني صحيح. دونك الجواب الصحيح هما سول فيرتيل و غيشيس اون نيرب اي اون فوغاج. دونك هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا درس ديال أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية اللي كانت الحصة الخامسة في الوحدة الثانية التربة. ترقبوا فيديو جديد إن شاء الله غادي يكون كيتعلق بالحصة السادسة دائما في وحدة التربة. إذن كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.